متابعي قناة أسرار النجوم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ما تنسيوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية. مش نحكيو اليوم على أول ظهور إعلامي للممثلة الكبيرة ريم الرياحي بعد الفضيحة والقبض عليها مع عشيقها في كمين أعد زوجها المخرج مديح بالعيد مع رجال الأمن، وين مش تكون حاضرة مع هادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري السبت هذا على قناة الحوار التونسي، وكتب على الحلقة لهادي زعيم وقال بأنها مش تكون حلقة استثنائية. أعلن حضور ريم الرياحي في برنامج فكرة سامي الفهري عمل جدل واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة كبيرة، وردت فعل التوانسة كانت تغريبة بين اللي تفاجئوا بظهورها، وكان كلامهم موجع وقاسي على ريم الرياحي برشا، لكن زادة ثم اللي تضامن معها وساندها وقال تبقى أحسن ممثلة في تونس. هات نشوفوا شوية من التعليقات اللي قالوا. كمية الحزن اللي في عينيها ما نجمتش تخبيها، فرق كبير بينها وبين وقت استضافها هادي زعيم بعد نجاح مسلسل براءة، ربي نور الحق كان مظلومة. ثم اللي قال ممثلة كلنا نحبوها، ما ثم حتى إنسان معصوم الخطأ. ثم اللي انقذ ظهورها وقال ما عندها ما تقول باش ترد بكل برود، الحكاية ما تخصنيش مش أنا وخليهم يحكي وما يهمونيش. وثم اللي قال استدعاوها بالورد زادة، ربي يسترها من الباباراتزي لا يخرج لها خنارها الكل.